شهدت محافظة البحيرة فعاليات الندوة التعريفية بأهداف ومحاور ومعايير المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ. في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، تأتي أهمية الندوة التعريفية بأهداف ومحاور ومعايير المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي عقدت بمحافظة البحيرة. محافظ البحيرة جاكلين عازر أكدت الحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين، كما دعت أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة. هنعمل مجموعة كبيرة من الندوات التعريفية بنستهدف بيها بقى كل الفئات اللي تقدر تقدم في هذه المبادرة. عايزين نقدم للناس المفهوم الخاص بالمبادرة بشكل مبسط ويسير عليهم، يقدر من خلاله يقدم ويملى الابليكيشن ويستوفي المعايير اللي مطلوبة للتقديم أو معايير التقييم اللي هو لازم يبقى عارفها المشروع بتاعه ده هيتقيم على أنهي أساس. إن زي ما ذكرنا جوه ممكن يكون في مشروع هايل ولكن هو مختلف عن المعايير اللي مطلوبة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية. فإحنا هنعرف الناس بشكل عملي على الأرض من خلال تقديم أمثلة لبعض النماذج اللي تقدمت السنوات اللي فاتت، يعني إيه مشروع أخضر، يعني إيه مشروع ذكي، يعني إيه مستدام، إيه المعايير اللي مطلوبة فيه وإيه معايير التقييم. رئيس جامعة دمنهور من جانبي أشار إلى أهمية دور الجامعة في دعم ومشاركة المشروعات الخضراء، وأكد أن الجامعة سيكون لها دور حيوي وفعال في المبادرة خلال الفترة القادمة. جامعة دمنهور لها بعض المتقدمين بمشروعات، ومن ضمن الناس اللي تصعدت في التصفية النهائية من ضمن 18 مشروع اللي تصعدوا على مستوى المحافظة. الجامعة فيها من الكوادر وفيها من العلماء والباحثين ما هم قادرون على التقدم مرة تانية والمنافسة إن شاء الله بإذن الله بمشروعاتهم وأفكارهم القابلة للتطبيق والاستدامة. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف كذلك تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ. هذا وتأتي مبادرة المشروعات الخضراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.